بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الأعزاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم حلول الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الطاعة والغفران. تقبل الله صيامكم وأعمالكم، ونسأل الله العلي القدير أن يعيده على بلدنا وشعبنا بالأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار. اليوم ارتئينا أن نكون معكم في هذه الأمسية مع نخبة من طلاب كلية الشرطة وطلاب المعهد العالي ودورة المفوضين ومعهد التدريب النسوي. أنتم إن شاء الله نواة المستقبل وقادته على المستوى الأمني، وسوف تكونون بالتأكيد عامل مساعد وأساسي وداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء عراقنا الحبيب. المرحلة القادمة هي مرحلة البناء، مرحلتكم بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بالنصر المؤزر على داعش، وبدأت الدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها تخط الخطى والسياسات والبرامج نحو بناء الدولة في كل المجالات والقطاعات، لا بد أن يكون الأمن عامل أساسي في ضمان الاستقرار وإنفاذ القانون وسلطة الدولة في هذه المرحلة. طيلة المرحلة الماضية مررنا بفترة عصيبة، اضطرت الدولة أن تركز على الجهد القتالي لقواتنا الأمنية بشكل عام، وكان نصيب الجيش العراقي النصيب الأكبر في هذه العملية، حتى وصلنا إلى مرحلة من الاستنزاف في قدراته وقابلياته. اليوم ومن خلال البرنامج الحكومي لحكومتنا، حيث وضعنا التزام باستلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية، وهذا الالتزام مبني على رؤية ودراسة بأن أبناء قوى الأمن الداخلي على مرحلة من الجاهزية والقدرة والكفاءة أن يؤدوا هذا الدور المهم، وأن يتفرغ الجيش لإعادة تنظيمه وبناء نفسه من جديد، وهذه أيضا مهمة نعمل عليها بخطط وبرامج في عدة مستويات. لذلك عندما أقول أنتم قادة المستقبل على المستوى الأمني، فإننا نعي هذه الجملة، وهذا يحتاج منكم إلى الكثير. قبل أن نتكلم عن التدريب وتفاصيله، يحتاج منكم أن يكون الولاء للوطن، للعراق، لكل العراقيين بدون استثناء أو تمييز. كل العيون ترنو إليكم ولمستوى الأداء والولاء الذي يجب أن يتجاوز كل العناوين المحترمة الثانوية، العشائرية والقومية والدينية. يجب أن تكون صفة الولاء للوطن هي الصفة الأبرز، هي التي تميز المنتسبي قوى الأمن الداخلي في أدائهم وسلوكهم العملي. هذه الحكومة أولت اهتمام بالكليات الأمنية والعسكرية، وهذا الاهتمام بالتأكيد هو من أجل الحصول على ضباط أكفاء مهنيين يؤمنون بأن واجبهم الأساس يرتكز على خدمة العراق وشعبه. حرصنا دائما في كل أحاديثنا وزياراتنا واجتماعاتنا على أهمية الإعداد الجيد وفق منهاج علمي حديث وسياسة أكاديمية علمية تهدف إلى زيادة الوعي الأمني لدى ضباطنا الشباب. اليوم
تعزيز المهارات والانفتاح الأكاديمي على المؤسسات العلمية والأكاديمية، يزيد من الوعي الثقافي في إدارة الأزمات والمواقف الحرجة بمهنية عالية. مهم جدا للوزارة ولكل المؤسسات الأكاديمية تطوير الخطط والنظم والبرامج في كلية الشرطة وفق رؤية الحكومة في منح الجانب النظري العلمي والمعرفة الحديثة مساحة تتناسب مع التطورات التي يشهدها العالم، وبالتالي تكون ملبية لحاجة المجتمع. نحن في عصر التطور المتسارع، الأمر الذي يتطلب أن تكون سياساتنا وخططنا وبرامجنا وفق هذا المنظور. يجب أن نستفاد من التجارب العالمية في مجال الإعداد والتدريب والتركيز أيضا على الجوانب القانونية وحقوق الإنسان. هذه ليست عبارات ترف أو كمالية، وإنما أساسيات في العراق الجديد بعد 2003. حقوق الإنسان، هناك أكثر من 32 مادة دستورية تؤكد على حقوق الإنسان. اليوم في هذه المرحلة المواطن يتكلم بحقوقه وضماناته الدستورية، وبالتالي رجال إنفاذ القانون يجب أن يكونوا بهذا المستوى من الوعي الدستوري والقانوني. مهم جدا التدريب بكل أنواعه، يطور قابليات، يصقل المهارات، وخصوصا التمارين التعبوية القاسية، تعزز المطاولة، ترفع اللياقة البدنية، وبنفس الوقت ما نقبل، وهذا الكلام موجه للأخوة المدربين، استخدام الألفاظ والضغط النفسي. أبنائنا وطلابنا دائما احنا حريصين على عدم المس في كرامتهم. اليوم كلية الشرطة عبارة عن عراق مصغر يحتضن الشباب من مختلف الأطياف العراق تحت خيمة الوطن الواحد. هذا السلوك، هذه النظرة نريدها أن تتجسد في العمل من خلال الولاء للوطن ولكل أبناء الشعب. خلال هذا الشهر الفات قررنا تثبيت ملكية الأرض لكلية الشرطة وزارة الداخلية حتى نمكن الوزارة أنه تتوسع في منشآتها والبنى التحتية. احنا حريصين أنه ترتقي الكلية، ولله الحمد نلاحظ أن الكلية تقدمت خطوات مهمة في الفترة الماضية، كل التقدير والاحترام للمسؤولين. أيضا كلية الشرطة سوف تتمكن من استضافة الطلبة من الدول العربية الشقيقة، وهذه أيضا هي خطوة للتعامل بالمثل، وهي خطوة لتعزيز الروابط والانفتاح على أشقائنا ومزيد من التواصل وبناء العلاقات للمستقبل. الموجودين من الطلبة جاءوا وفق منافسة شريفة وعادلة، وأنا منعت أي استثناء في هذه الدورات بغية الوصول إلى هذه العدالة اللي نحتاجها في اختيار طلبتنا في هذا السلك الأمني المهم. وبالتالي يجب أن تكون العدالة والنزاهة حاضرة أمامكم وأنتم تتلقون الدروس، وإن شاء الله بالمستقبل تطبقون هذه المفاهيم والمبادئ كسلوك عملي. أمامنا تحديات، نعم اختلفت طبيعة هذه التحديات من تحدي الإرهاب والجماعات الخارجة على القانون إلى تحديات تتعلق بالمخدرات، تحدي الأبرز والجنائية. لكن المخدرات تجارة مستهدف فيها العراق في الآونة الأخيرة، وبالتالي ننتظر أبنائنا و قادة المستقبل الأمنيين في أن يكونوا بمستوى عالي
من المهنية والقدرة والكفاءة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة ومن يقف وراءها. الحكومة لن تدخر أي جهد أو إمكانية في دعمكم ودعم وزارة الداخلية وخططها وبرامجها. يوم أمس كنا شاهدنا ردة الفعل الشعبية تجاه تطبيقات الغرامات الإشارات الضوئية. المواطن والمجتمع مهيئ للنظام ولتطبيق القانون. ما علينا كحكومة كوزارات قطاعية إلا إعداد الخطط وتهيئة الملاكات بالمستوى المهني اللي يمكننا من الحفاظ على الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب. أكرر مباركتي لكم في هذا الشهر الفضيل متمنيا لكم المزيد من التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.